مشاهدينا الكرام، نصل إلى فقرة بريد البرنامج الذي نستقبل فيه الشكاوى من خلال الموقع الإلكتروني الظاهر أمامكم أسفل الشاشة. العميد الركن طارق عبد الكريم ناصر أجاب دائرة الإدارة حول طلبك الإحالة على التقاعد برتبة أعلى، إنك لم تكمل المدة الأصغرية لرتبة لواء البالغة 6 سنوات. الرائد عامر محمد طاهر أبو رغيف أجابت الدائرة القانونية عدم وجود مدة يتم احتسابها لترقيتك، وأن الفترة التي قضيتها بالرتبة الأخيرة 2 سنين و11 شهرا ويوما واحدا. مشاهدينا الكرام، فقرات البرنامج مستمرة بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم من جديد لتكملة بريد البرنامج. المواطن عماد صباح مجيد أجاب أمانة السر العام بإمكان الشركة موضوع البحث اللجوء إلى المحاكم المدنية لغرض استحصال المبالغ التي بذمة منتسبي وزارتنا بعد تقديم ما يثبت قيامهم بالتبضع وعدم التسديد لعدم وجود سند قانوني باستقطاع أي مبلغ من المنتسبين دون الحصول على الموافقات الرسمية من المراجع. الموظف إيهاب محمد مهدي بينت أمانة السر إيقاف النقل والتنسيب بين الرئاسات الثلاث والوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارة كافة إلا في حالة الضرورة باستثناء نقل ذوي الشهداء والسجناء للشرائح كافة وحسب الخبرة والاختصاص. المواطنة ضحى قاسم جميل بينت أمانة السر إيقاف التعيينات في الوزارة والجهات غير المرتبطة بالوزارة باستثناء الذين سيتم تعيينهم على ملاك وزارة الصحة.